بكم في جولة جديدة مع الصحافة العالمية اليوم الأحد 8 ديسمبر. نستعرض فيها أهم ما ورد من عناوين في الصحف والميديا العربية والأجنبية. نبدأها بالقدس العربي. المعارضة السورية تتهم النظام باستخدام الغاز السام. فرنسا 24. السودان استقالة نائب البشير. وحزب المؤتمر الوطني الحاكم يفصح عن تعيين نائبين جديدين له. البي بي سي: أوباما يدافع عن الاتفاق النووي مع إيران ويطمئن إسرائيل. الشرق الأوسط: حكم مخفف بحق فتيات الإسكندرية لامتصاص غضب الشارع. وأخيرا سكاي نيوز: شخصيات كبرى تسجل حضورها لوداع مانديلا على رأسهم باراك أوباما. شكرا لمتابعتكم.